رمضان الموسم العظيم وسيد الشهور، بل إن رمضان تحن له قلوب المؤمنين لأنهم يعلمون ما فيه من خير وبركة ورحمات وعتقاء لله من النار في كل ليلة، ويقولون أن رمضان يحتاج لنية، فنية أول الشهر تغني إلى آخر الشهر. وها هو أحد السلف يقول، وأظنه عبد الله بن المبارك، يقول: ما وجدت أصعب علي تقلبا من نيتي. تلك النية كأنها الثعبان، كأنها الثعلب في مكره تتقلب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر، يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة دنيا ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأيضا في الحديث: إن الله لا ينظر لأشكالكم ولا صوركم، بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الله هو القلب، مكان النية. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النية: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. الله أكبر. من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. وكما تعلمون أن النية الصالحة تبلغ ما لا يبلغ العمل. قد لا أبلغ ولا تبلغ يا عبد الله رمضان، لكن أسأل الله أن يبلغني وإياك، ويكون في نيتك أن تكون مع الصائمين ومع القائمين ومع المصلين ومع قائمين الليل ومع تالين القرآن ومع مطعمي الطعام. ركز لي على مطعمي الطعام. يقول أحد السلف وأظنه الزهري، يقول: إنما رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام. أرعني سمعك. يقول الزهري عن شهر رمضان: إنما رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام. وأيضا العمل الصالح والنية الصالحة أجرها متعدي، وهي خلفك أينما كنت. خرج في أول ليلة من ليالي رمضان علي رضي الله عنه، فإذا المساجد قد أضاءت بالقناديل، وقد ضجت فيها أصوات الناس تتلو القرآن، فقال علي: رحمك الله يا عمر، وأضاء لك في قبرك. عمر هو من أضاء تلك المساجد. وأيضا تعلمون أن الأعمال ترفع إلى الله جل جلاله يوم الاثنين والخميس، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فقيل له: لما تصوم تلك الأيام؟ قال: إنها أيام ترفع فيها إلى الله الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا يقولون أن أعمال آخر السنة ترفع في شعبان، وترفع جميع أعمال الناس ما عدا المتشاحنان أو المتقاطعين. جميع الناس ترفع أعمالهم ما عدا اثنين بينهم قطيعة، فيقول الله جل جلاله: أنظروهما لعلهما يصطلحا. أنظروهما لعلهما يصطلحا. وفي الحديث ورد أنه لا يحق لمؤمن أو مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ويقولون: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. من هجر أخ له سنة فكأنما سفك دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحقد والبغضاء: والله إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. أحبتي في الله، الاستقامة الحقيقية من وجهة نظري القاصر، الاستقامة الحقيقية أن لا يكون في قلبك غل على مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الرحم وهي من الأعمال الصالحة
قال: ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا الشهر باب لوصل الرحم وإعادة محو الخطوط السيئة ولإعادة فتح باب جديد في هذا الشهر. وأيضا يقولون أن كل عقوبة تؤجل إلى الآخرة إلا عقوبة قاطع الرحم. النبي جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رميت زوجته، وقيل فيها عائشة أمي وأمك رضي الله عنها، وقيل فيها كذا وكذا، لكن الله ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذ العفو. قال له: فليعفو وليصفحوا. هذا قول الله جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فليعفو وليصفحوا. العفو والصفح من شيم الكرام.